Turbo pumps coming up to flight speed and liftoff. Liftoff of Soyuz MS-19 with an actress and her producer beginning a journey to the International Space Station. First in, Soyuz commander Anton Shkaplerov, Russian actress Yulia Peresild, and her producer-director Klim Shapenko. الكل عم يطلع الفضاء. لقطة تاريخية بامتياز تحققت أمس مع وصول رحلة فضائية روسية جديدة للمحطة الدولية، لكنها ليست ككل الرحلات، بل هي رحلة غير مسبوقة سيوثقها التاريخ. طيب، واصلون إلى المحطة الفضائية ليسوا رواد فضاء اعتياديين، وإنما هم صناع أفلام لم يسافروا إلى الفضاء قط، قبل هيك ما طلعوا، وهما مخرج وممثلة وصلا من أجل تصوير أول فيلم سينمائي في الفضاء الخارجي، وأمامهم الآن نحو 12 يوما فقط لتصوير المشاهد المطلوبة التي ستكون في القسم الروسي من المحطة الدولية. قصة الفيلم لم يكشف عنها حتى الآن، لكنها ستكون تفصيلية غير مهمة، فالأولوية كانت الصدارة والريادة، تحقيق الريادة والصدارة، خاصة مع اشتعال سباق خفي يعرفه المهتمون بعلوم الفضاء الآن بسباق السينما الفضائية، إذ كانت تعتزم وكالة ناسا الأمريكية إرسال فريق مشابه لتصوير فيلم بالفضاء من بطولة نجم الأكشن الشهير توم كروز، لكن يبدو أن الروس استبقوا الأمور وقاموا بخطوتهم بشكل أسرع وغير حتى متوقع. هذه المهمة الجميلة كانت لها أصداء جدلية واسعة في روسيا، إذ تفيد تقارير كثيرة بأن المشروع أحدث انقساما في وكالة الفضاء الروسية، وصلت هذه الانقسامات إلى حد استبعاد بعضهم من العمل، مشاحنات انتهت بتمويل القناة الأولى الروسية لإنتاج هذا الفيلم. معنا عبر الهاتف من القاهرة نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم التكنولوجيا الفضاء في الأمم المتحدة البروفيسور علاء النهري. أهلا وسهلا بك بروفيسور السكاي نيوز عربية. هل هذا السباق حقيقي؟ احنا كنا نعرف أنه في الحرب الباردة كان في سباق الفضاء بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، لكن هل حاليا فعلا في سباق للتصوير وفعل أشياء جديدة بالفضاء؟ والله فعلا في سباق، يعني احنا قبل كنا بنقول عبقرة الفضاء وكان في سباق كبير جدا. النهارده بقى دخلت بعدها سياحه الفضاء، وبرضه الروس مهتمين بالحته دي لتحقيق ارباح. يعني النهارده بقى التصوير السينمائي في الفضاء ده، يعني دايما الفضاء او الروس او الامريكان حتى كل العالم كله بيتكلم النهارده على اقتصاديات الفضاء، النهارده سواء فيلم او غير فيلم، وانه يطلع مجموعه تتصور في الفضاء، فده عباره عن نوع من انواع اقتصادات الفضاء اللي العالم كله بات عليه الان، يعني فده شيء يعني معروف او يعني هو مستجد عليه ده، ولكن لازم نتوقعه مع الساحه الفضائيه اللي هتنتشر بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. طب بروفيسور علاء اسمح لي، يعني هل تتوقع انه مثلا ممكن يواجهوا مشاكل؟ يعني في ناس بياخذوا معهم نباتات زريعه لانه في انعدام الجاذبيه، ممكن كل شيء ما يشتغلش كالعادي. وطبعا ممكن يواجهوا مشاكل صحيه، يعني فلازم اللي هيطلع لازم يكون مؤهل ان هو يتعامل مع المايكرو جرافيتي، يعني الممثل او الممثله او حتى طاقم التصوير لازم يكون مؤهل، واعتقد عشان كده لازم ينتقوا ناس يكونوا مؤهلين لمحطه الفضاء الدوليه على ارتفاع 400 كيلو متر من السطح، وبالتالي هناك في جاذبيه منخفضه او يعني مش معدومه، هي منخفضه اللي هي المايكرو جرافيتي، وبالتالي بتاثر على كل شيء، حتى بتاثر على اجسامهم نفسها، وبالتالي لازم يكون الممثل او الممثله او طاقم التصوير فت، يعني لازم يكون فت. فانا اعتقد انها صعبه جدا، ممكن ما يلاقيش الناس الفت يعني، ولكن هيبتدوا بالناس اللي هم ممكن يتقبلوا المايكرو جرافيتي في الفضاء، وبحيث ان هو يعمل الفيلم بتاعه كنوع من انواع السياحه الفضائيه وترويج لصناعه السينما في الفضاء. والله بروفيسور، طب برأيك شو هي الخطوة القادمة؟ يعني مثلا الآن احنا أصبح السفر إلى الفضاء، السياحة إلى الفضاء، تصوير الأفلام في الفضاء، ما الذي ينقصنا الآن؟ يعني هذا السباق الآن التجاري الدولي، هل ممكن أن نشوف شيء آخر في الفضاء من الآن وصاعدا؟ هنشوفه إن شاء الله. الإمارات امبارح أعلنت على كوكب الزهرة، وبعدين أو برضه دراسة 7 كواكب. أنا متأكد إن هم هيروحوا لكوكب سايكي، كوكب سايكي 60، لأن الكوكب ده عليه عناصر نفيسة، عشرات المليارات عليه. فأنا أعتقد برضه الإمارات لأنها من الدول المهتمة بالتكنولوجيا الفضاء ومهتمة بالإيكونوميك بتاع الفضاء بشكل كبير جدا. شكرا. فهنلاقي السنوات القليلة القادمة حاجات كتيرة جدا بتاعت الفضاء، مش هيبقى بس تصوير سينمائي، لا ده الناس هتطلع تحتل الفضاء. احنا عارفين ان شاء الله الامارات العربية بالمريخ ان شاء الله تعمل مستعمرة في المريخ. شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة، نائب رئيس المركز الإقليمي للعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الأمم المتحدة، بروفيسور علاء النهري.